خبراء. وهذا كله مثبت بمخاطبات رسمية. طبعاً موجودة المخاطبات. شنو اللي صار؟ ليش إجا البوكلين وهدم المنارة بهاي الطريقة؟ يعني اللي صار إحنا من خلال يعني حتى لا نتجنى على أحد، إحنا اللي شفنا أن هناك حالة هدم للمسجد، ثم دخلت السيارة إلى هدم المنارة. صدر بيان الأعزاء في ديوان الوقف السني أيضاً يدين الهدم ويقول أن الديوان أخذ وسعاً في دراسة موضوع الهدم، الإزالة، المنارة من الناحية القانونية. بإمكانكم مراجعته. بس البيان. المحافظة تقول إحنا متفقين مع الديوان ورئيس ما أعرف الديوان. هذا أمر لاحق. هذا أمر لاحق. لكن بيان الديوان يشير إلى دراسة الموضوع، يقولون نحن درسنا الموضوع على مستوى مجلس الأوقاف الأعلى. ودرسناه عن ناحية الاجتماعية، القانونية، التاريخية، الشرعية. اللي قبل قليل حضرتك تكلمت عنه هو جانب شرعي. يعني هل يجوز هدم من أجل مصلحة معينة؟ هذا جانب شرعي هم يحددون، ما أعرف مو شغلنا إحنا. فدرسنا هذا الموضوع ومضينا، راجعوا البيان موجود، ومضينا إلى أيضا استشارة الجهات ذات العلاقة على مستوى حفظ الآثار. وكان هناك الرأي بأن تفكك المنارة، هذا موجود مثبت في بيان الديوان، في بيان ديوان الوقف السني، أن نذهب إلى تفكيك المنارة، إلا أننا فوجئنا، صدمنا بأن المنارة هدمت أيضا ونحن لسنا مع هذا الموضوع. هذا بيان الديوان. ما سمعناه من السيد المحافظ، يعني سمعنا من المحافظ شيء، سمعنا من الديوان شيء ثاني، لكن شو اللي ورد لوزارة الثقافة الملامة يعني ما تشير إلى ماذا؟ ما الذي ما يتناقل الآن؟ يعني ما يتناقل، مرة يقولون أن هناك موافقة من الديوان على إزالة المسجد مع عدم إزالة المنارة. نحن لم نشعر كوزارة، كهي عامة الأثار والتراث، لم نشعر بأن أيها الوزارة تعالوا إلى المنارة فككوها وانقلوها، احفظوها عندكم، ومن بعد ذاك نمضي إلى إعادة بنائها مع المسجد الجديد. هذه النقطة الأساسية حقيقة، هي نقطة يعني نقطة الخلاف، أنه صارت موافقة على هدم المسجد على نية أن يبنى من جديد، ولكن المنارة هل تبنى من جديد؟ يعني هاي المنارة التراثية الموجودة الآن، هذه المنارة لا تبنى. نعم الآن نحن إجراءاتنا اللي صارت من بعد اللي صار هذا، أن وجهنا مفتش آثار البصرة إلى أن يمضي إلى الموقع ويحصل على المواد الركام الموجود ويتحفظ على كل هذه المواد. أنتم توعدتم التزاحم اللي نتكلم عنه بين توسعة الشارع وبين تراث، نقول أن كان من الممكن أن نحفظ المنارة ونمضي إلى توسعة الشارع فيما لو أن هدم المسجد بناء على الموافقة اللي يتحدثون عنها.